النائبة مارجريتا عزب، بنرحب بيك في رام نيوز. النهاردة مناضلة العنف ضد المرأة، وحضرتك نائبة وبتمثل المرأة و85 نائبة في البرلمان المصري، كيف ترى وضع المرأة في هذه الظروف؟ وهل التشريعات والقوانين ساهمت في تخفيف من العنف ضد المرأة؟ شايفة أن البرلمان الحالي قدم عدد كبير من القوانين المنصفة للمرأة، لكن مش القوانين وحدها هي اللي هتنصف المرأة، لكن في عادات وتقاليد بتحول دائما اتجاه، يعني بتحول ضد المرأة في أنها تستطيع التمكين الاقتصادي والسياسي والثقافي، ولذلك لازم نمحيها. ومحوها ده مش هيجي إلا من خلال التعليم أولا، ثم تغيير الخطاب الثقافي وتغيير الخطاب الديني والإعلام. مهم قوي قوي قوي، إن لأن الإعلام بيشكل وجدان الأمة. فيعني خلينا نتكلم إن كل ده مع التشريعات يستطيع إنه يوصل المرأة إلى بر الأمان ويوصل للمجتمع ككل. وإذا كانت المرأة واخدة كل حقوقها وسيدة تستطيع أنها يعني تبقى صاحبة القرار، وتستطيع أنها تربي أجيال، تستطيع أنها تبني المستقبل. ولذلك أنا مش ببص أن ده حق للمرأة، لكن أنا ببص أن ده حق للمجتمع ككل. ما أنا ما أقدرش أقول أن في قانون ما بيخصش المرأة، لكن على الأقل أن البرلمان أقر القانون تغليظ عقوبة الختان ضد الختان، أقر عقوبة قانون العنف ضد المرأة، بنقر قانون الأحوال الشخصية وزواج بنجرم زواج القاصرات، وده موجود في قانون العنف ضد المرأة. 90 نائبة وبنادي بدور المرأة في المجتمع المصري، ولم نرى مرشحة لرئاسة الجمهورية حتى الآن، كيف تفسرين؟ لسه زي ما قلت لك بيحول، يعني بيحول ده المواريث الثقافية داخل المجتمع لن يتقبلوا بسهولة رئيس وزراء مش رئيس جمهورية. الأحوال الشخصية قدمنا قانون العنف ضد المرأة، قدمنا 3 مواد في قانون العقوبات خاصة بجريمة الزنا، المساواة بين المرأة والرجل في جريمة الزنا، مش لا تخفيف ولا تشديد ولكنها مساواة. بمعنى فندم؟ يعني عقوبة الزنا بالنسبة للرجل لازم تبقى في بيت الزوجية، فبياخد 6 شهور. أما الزوجة في أي مكان، إحنا بنقول لا، عقوبة الزنا لابد أن يعاقب الرجل زي المرأة، بتاخد عليها هي 2 سنين في أي مكان، لا الاثنين ياخدوا 2 سنين في أي مكان. متى يصدر وهل تتوقعي إثارة جدل حوله؟ بالتأكيد ما فيش قانون مش هيثار جدل، لأن إحنا زي ما قلت لحضرتك المواريث الثقافية مكبلة المجتمع ككل. هيصدر إمتى يا فندم؟ حسب الأجندة بتاعت المجلس. ما هو مطروح دلوقتي في المجلس إن شاء الله. بالظبط. في خطوات تانية منصفة للمرأة أو متعلقة بقوانين الأحوال الشخصية؟ بص طبعا قانون الأحوال الشخصية بالكامل بيتم مراجعته، مش للمرأة بس، للأسرة المصرية كلها.